السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة كويسين، وكل فيديو انتم طيبين. ورجعت لكم يا رجالة في فيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. مش قادر اتكلم يا جدعان، صاحي النهاردة تعبان قوي والله، يعني الصبح ما قدرتش اصور، بس قلت لازم اصور لكم فيديو حلو كده جه على بالي قبل ما اروح الشغل، فبقالنا فترة ما صورناش يا جدعان في وقت الشمس وكده. ففيديو النهاردة فيديو حلو ومختلف ومش اي حد ممكن يعمله، بس يلا ربنا يستر طبعا يا جدعان عشان نمتعكم، وتعالوا نشوف الفيديو بيحكي عن ايه، ودوسوا لنا لايك لو عجبكم، واشتراك يا جدعان خلاص داخلين على 50,000، فايت كل واحد بيتفرج علينا يشترك خلاص، ناقصنا 1700 مشترك كده ولا 1750 مشترك ونتم 50,000، نص المشوار يا جدعان، عايزين نوصل ل 100,000 بقى، فيلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. طيب يا رجاله، الحمد لله رب العالمين، الفتره الاخيره ديك الحمد لله رب العالمين، الحمد لله طلعنا كميه زغاليل حلوه قوي. تعالوا بقى هنشوف كل الزغاليل ما شاء الله اللي احنا فرخناها، اللي لبس صغير واللي جاهز هنفطمه وهننقله، يعني فيديو النهارده كله مع الزغاليل اللي احنا فرخناها. هنفتح بس النور بتاعنا كده زي ما احنا شايفين كده يا رجاله، هنبتديهم واحد واحد ونقول ما شاء الله ونبدا ونقول بسم الله. هنبص بقى يا جدعان، احنا هنبص عليهم مش ان احنا بنتفرج عليهم بس، لا وهنطمن عليهم كمان مع بعضينا. طبعا ده انتوا عارفينه ما شاء الله، ابن القص دولك دي تركيبه. طبعا انا ان شاء الله زي ما وعدتكم باذن الله بعد لما نفطم الزغلول ده هننقل الزغلول ده، هننقل القص دول من بعض، يعني ايه عشان انتوا زي ما شايفين مطلعين زغلول المكركب خالص. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ده طالع بص واخد من العبسي واخد من الهزاز، يا رب بس يديله يطلع مظبوط. هو طبعا مش هيطلع زي الهزازات قوي، بس يلا مش مشكله. بسم الله ما شاء الله، ده طبعا طالع ما شاء الله حجمه كبير، اللهم صل على النبي، بس لسه يعني مش جاهز للنقل دلوقتي للفطام، يعني ده لسه قدامه بتاع اسبوع ولا حاجه ما شاء الله. تمام. طيب احنا هنعمل ايه بقى؟ نيجي كده طبعا هنا مفيش زغاليل ما شاء الله، دي ما شاء الله دولت جابت الحصوات الثانيه هيك، اللهم صل على النبي وربنا يرزقنا منهم. هنا هننقل الزغلول ده كده خلاص جاهز للفطام. بسم الله ما شاء الله، ده كده جاهز للفطام يا رجاله، ده بياكل لوحده وبيشرب لوحده زي الفل. طيب عايزين بقى نجهز له باب، نسيبه هنا دلوقتي عشان نشوف كل اللي جاهز. طبعا الباب ده اللي كان فيه الزغلول التعبانين مش هننقل فيهم حاجه، احنا في هنا باب فاضي ممكن ننقل في الباب ده يا رجاله. اللي جاهز هننقله، نقول بسم الله تعالى، اللهم صل على النبي. خش يا حبيبي، شوف بقى زغلول اتنين تلاتة على هنلاقيه. بسم الله ما شاء الله، ده كده أول واحد. طيب في هنا ايه زغلول تاني؟ بسم الله ما شاء الله، طبعا احنا مش هنبص في البيبان، هنطلع كله. الله أكبر، ده طبعا الاسترالي اللي احنا محضنينه تحت القطقاطي وتحت السود اخضر. بسم الله ما شاء الله، برضك بنطمن عليهم مع بعضينا. الله اكبر، اللهم صل على النبي. طبعا كويس اهو ما شاء الله واكل، اهم حاجه بنبص واكل ولا لا ما شاء الله، طمن عليه كده. اللهم صل على النبي، تمام زي الفل اهو يا جدعان، اللهم صل على النبي ما شاء الله. نرجعه مكانه. ايه اللي بعده؟ بسم الله، هنا دولت جابت الحصوات التانية، لا ما شاء الله جابت الحصوات التانية، الله اكبر. طبعا النتاية ديك أول حصى ليها في تاريخها ما شاء الله. طيب هنا برضك في زغلولين نطمن عليهم، أنا قلت إيه نعمل فيديو ونطمن عليهم مع بعضكم. شوف برضك الأحجام، نشوف التأكيل كويس ولا لأ. بسم الله ما شاء الله، ده واكل كويس، ده واكل كويس، حجمه أكبر من ده، وده برضه واكل كويس اهو ما شاء الله، بس طبعا عشان ده طلع وده بعديه بيوم طلع، فعشان كده هتلاقوا ايه هو الحجم قريب قوي من بعض، بس ده اكبر سيكه عشان ايه كل يوم عن التاني ما شاء الله. اللهم صل على النبي، هم دولك يا جدعان باكستانيات ولود القص دولك ما شاء الله، واخواتهم بره زي ما انتم عارفين. بسم الله ما شاء الله، كويسين هم، اللهم صل على النبي، الله اكبر ما شاء الله. نيجي تاني نشوف الباقي، احنا برضك هننقل الهزاز دوت، برضك بياكل كويس، وعشان برضك ابوه وامه جابوا ايه حصويتين بقى لهم 3 4 ايام امك ما شاء الله، فمش مهتمين بيه قوي. تعالى صديقي، مع انه هو لسه مفروض عليه شويه، لسه مفروض عليه شويه بس بياكل لوحده، فهم هو والزغلول التاني ما شاء الله هياكلوا مع بعضيهم. تمام بسم الله ما شاء الله اهو زي ما احنا شايفين. طبعا انا اللي خلاني نقلت ده برضك لسه سنه يا جدعان، اهو زي ما احنا شايفين سنه صغير، بس عشان ابوه وامه مش مهتمين بيه قوي بسبب ان هم حصوا.
تمام، فبياكل لوحده، فبرضك هننقله ما شاء الله كده فطمنا زغلولين، اللهم صل على النبي. تمام ما شاء الله، برضك هنشوفهم بقى واحنا نساعدهم بالاكل، بس عشان خاطر ايه دولك كمان ده بقى بيطبخ في الاكل، هم ما بياكلوش، هو اللي بياكل لوحده بس، ده يعني بيطبخ وهم بياكلوه بس خفيف قوي، فانا قلت انقله هيشجعوا بعض على الكلفه ان شاء الله. تمام احنا وصلنا لغايه دولك. طيب نقول بسم الله، في هنا برضك زغلوا ليه ما شاء الله، دولك يعتبر ايه، الله اكبر، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، تعالوا كده بعيد عن الشمس ما شاء الله، ده عليات اكله ميه، ده عاطينه ميه اكتر من الاكل، وده عاطينه ميه اكتر من الاكل، بس ما شاء الله الاتنين حجمهم واحد، ده اكبر سيكه عشان طبعا ده برضك ايه طالع يوم قبل ده، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، بص الفرق بين بص ده وبص بص ده، هيطلعوا مختلفين بس ربنا يسهل بس ويكملوا على خير ان شاء الله، عين ده طبعا لسه فتحتش، عنده عين وعين عين مفتحه وعين لسه، بس بسم الله ما شاء الله، الزغلولين حلوين همك، ويعتبر مقاس واحد ما شاء الله، على اساس ان ده طالع يوم وده يوم فيعتبر مقاس واحد ما شاء الله، يعني مأكلينهم كويس، لا ما شاء الله، هل دول فكوا ولا لسه؟ لا لسه، لا لسه تحتهم الحصيتين ما فكوش ما شاء الله، يا ابني انا مش كل شويه اجيبك من حته، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، اللهم صل على النبي، على صديقي، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، طبعا ده رجال احمر غزار، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله، بص يا جدعان العظمه بتاعته، ربنا يسهل بس ويطلع زغلول كويس، طبعا اهلي هم كرجاله برضك، اهلي بصوا مستوياتهم كويسه نوعا ما، طبعا برضك هنا في زغلول فك هنشوفه ما شاء الله مستوياتهم كويسه، الله اكبر، هو الزغلول حتى ما شاء الله مأكلين، اللهم صل على النبي، ربنا يسهل ويكمل على خير ان شاء الله، هنشوي هنا ده لو كبر باذنك انت يا رب، بس نسيب كل حاجة لوقتها بإذنك انت يا رب ما شاء الله، اللهم صل على النبي، هنا دولك تحتيهم الحصويتين، لا دولك لسه، طيب هنا في بردك الزغلول الفك اللي احنا محضرينه تحت دولك بتوع ما شاء الله، هوك ده ابن ال ده، بص هو كان في زغلول اخوه البيضه كسرت والزغلول ميت، انا ما خدتش بالي، انا عارف انها مكسوره بس ما اعرفش انها كان فيها زغلول، الحمد لله، طبعا ده لسه شكله طالع النهارده، بصوا لسه ده يا جدعان هزاز، ده هزاز لسه صغير خالص، لسه نونو، هما مأكلينه خفيف قوي، بصوا مأكلينه خفيف قوي ما شاء الله، يعني ده اول يوم ليه، حتى بصوا البيض بتاعه الحصوه اللي هو كان فيها، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، تمام كده نرجعه ليه ما شاء الله، ربنا يستر، مش عارف ربنا يستر، ربنا يستر يعرفوا ياكلوه بس ويقوموه، مع ان انا مش واثق من كده، بس يعني الحمد لله خير خير، وهنا بردك في ما شاء الله زغلولين نطمن عليهم، طبعا واحد كبير واحد صغير، بس عايزين نشوفهم مأكلين ولا لا، طبعا دول يا جدعان الزغلولين بواسات، ودول اهاليهم، ودول اهاليهم طبعا، دول قاعدين على الحصى بتاعهم ما شاء الله، الله اكبر، نبص كده تعالوا كده بعيد عن الشمس، طيب ده واكل كويس جدا ما شاء الله، واكل كويس جدا الله اكبر، وده برضه واكل بصوا ما شاء الله كويس جدا، بس ده طالع حجمه اكبر من ده، بس الحمد لله ان هو واكل، لا واكل حلو قوي ما شاء الله، طب الله اكبر مأكلين الاتنين، يعني باذنك انت يا رب هيطلعوا كويسين، بس ده يعني مش متغذي قوي زي ده، الله اكبر، ايه عايز تاكل تاني؟ ما شاء الله الله اكبر، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يزيد ويبارك، والطريحه دي كلها تكمل على خير ان شاء الله، لو الطريحه دي كلها كبرت يا جدعان وبقت كويسه هنبقى عندنا طريحه ما شاء الله بتاع يجي 15، انا بحطهم فين؟ بحطهم مع الخضار، يبقى عندنا طريحه ما شاء الله بتاع كميه زغلول حلوه، يعني بشوف بقى كام واحد ما شاء الله، لو كل اللي احنا عرضناه ده ربنا بارك فيه وكبر، يبقى عندنا طريحه حلوه للنش ما شاء الله، ارجع مكانك، معلش استعناهم منكم شويه، اللهم صل على النبي ما شاء الله، وها هنا بردك في زغلول، ده لا ده لسه، ده لسه ما يتنقلش دلوقتي،
الله، هندسة لطيفة يا جدعان، ودول أهاليه. بسم الله ما شاء الله، ده لسه ما يتنقلش دلوقتي، لسه قدامه شوية. الله أكبر. طيب ده برضك، ده إن شاء الله ده، وابن الهزاز والعفس ده. بسم الله ما شاء الله، بص على الله، ناخد اللقطة دي بسرعة. خلاص يا عم أنا آسف، أول ما قلت ناخد اللقطة بطل يأكلها. بس أهو ما شاء الله، خلاص مش رايح، خليه يأكله براحته ده ان شاء الله. والزغلول هناك ده باذن الله هيفطموا في يوم واحد. هنا دولك لسه، وتحت ايه لسه في عندنا زغلول تاني. انتوا رايحين فين؟ بسم الله ما شاء الله، دولك جابوا طلعوا الزغلولين. تعالوا نطمن عليهم، ماكلين حلو ولا مش ماكلين حلو؟ انهم لسه زغلولين فاكين امبارح واول، يعني ما شاء الله لسه بصوا صغيرين خالص. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، ربنا يا رب يزيد ويبارك. ما شاء الله ده واكل كويس، وده واكل كويس عشان لسه صغير ولسه طالع. اهم يا جدعان، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. بس 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 بس، لا لسه في زغاليل تاني يا جدعان، ما شاء الله. اهم يا جدعان، الله اكبر. وها هنا يوجد اتنين حمر خضار برضك محضنينهم تحت دولك، ولسه يعتبر فكين. هما يا جدعان ما شاء الله، ده واكل كويس طبعا عشان طالع الاول، ده طالع التاني واكل برضك اهو، بس مش واكل كويس قوي برضك، باين فرق جامد قوي في الحجم. فدولك كده شكلهم بيقوموا واحد واحد. لا ربنا يستر، ربنا يستر. طبعا هنحاول ايه زي ما قلت لكم كده، الميكس بنعمله، واحنا هنساعد مع الزغاليل دي ان شاء الله، ان احنا نحاول احنا اللي احنا يعني نقومها يعني ان شاء الله. بسم الله تمام كده يا جدعان، دي كده الحمد لله رب العالمين كل الزغاليل كده. عندنا بقى كام قص نطلع؟ الله اكبر، ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، ما شاء الله سبعة تمانية تسعة، ده احنا لسه واخدين منه تسعة، وده كده عشرة، وده كده حداشر، وده كده اتناشر. بسم الله ما شاء الله، اتناشر قص تحتيهم زغاليل، والباقي تحتيهم حصى. الله اكبر، مفيش بس غير كام قص، يعني عندنا كام قص اللي مش شغال لغايه دلوقتي، الاتنين الشبابات اللي هنا دولك، اللي هما اللي هنا دولك واللي هنا دولك، ادي كده تلاتة، ودولك ادي كده اربعة، كده اربع قصوص هما اللي مش شغالين، يعني اللي مش تحتيهم حصى، والباقي كله يا اما تحتيه حصى يا اما تحتيه زغاليل. دولك طبعا مش هطلعهم الغيه دلوقتي، يعني مش هطلعهم بره الغيه للنش غير لما يعتمدوا على نفسهم مليون في الميه، اشوفهم يومين ثلاثه بياكلوا، بعد كده هننقلهم بره على طول. تمام، طبعا نخليهم في جو السلاكه هنا. وده كده يا رجاله الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استمتعتم بيه. انا يعني فيديو ما شاء الله جميل وفيديو ممتع، اهم حاجه يعني ادعوا لنا بالبركه وان الحمام ده يكمل على خير. وكان معكم ميسي صبحي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.